محسن بيه. في ايه يا بالونه؟ قطعت حبل افكاري. انشر انا غسيلي فين دلوقتي؟ اشتري حبل غيره. اشتري حبل غيره عشان اخنقك بيه يا بني ادم. ابني ابني. انا مالي؟ ما تروح تبني في الحته اللي انت عاوزها. ابني ابني. ايوه يا بالونه، يعني انت عايز تطلع بدورين فوق بيتكم يعني تبنيهم يعني؟ ابني ابني. ايوه فهمتك فهمتك، عايز تبني دور ارضي بجنينه مساحات خضراء. ابني ابني. يا بالونه، ما انت عشان تبني محتاج رمله وزلط، احنا معانا الخرسانه. الخرسانه موجوده، المهم بقى الرمل والزلط عشان تقدر تبني براحتك. يا محسن بيه ابني ابني. ايوه فهمتك، عايز تطلع تراخيص البنا قبل ما تبني، صح كده؟ انا ما اقصدش كده يا محسن بيه ابني. فلزة كبدي ورعاز شبابي الولا. ايه الولا؟ ولا 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 ايه؟ اتخطف. اتخطف يا بالونه؟ ايوه. اتخطف امتى يا بالونه؟ ده انا لسه موصله، كان مع ابني بيلعبوا في الملاهي ووصلته بالليل. الولا ابني اتخطف اتخطف. معقوله يا بالونه؟ والعمل ايه؟ ابني ابني. خلاص يا بالونه، انا هساعدك في موضوع البنا دوت، انا اللي هجيب لك الرمل والزلط بنفسي. عارف انا اعمل ايه؟ الناس تاكل وترمي. واكنس يا منتصر، نظف يا منتصر. نفسي اكل وارمي والناس هي اللي تنظف وتكنس مكاني. مش عارف اعمل ايه. وبقوا يرموا حاجات كبيره محتاجه صحه الواحد يشيلها. مش عارف اعمل ايه انا، مش عارف. يابا يما، انا مش قادر، ظهري وجعني، اضطر اشيل وارمي. يا مسهل الحال يا رب. ايه ده، رميين تلاجة، رميين ايه؟ رميين يابا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ اوقف مكانك، انا عنوانك. ايه؟ اوقف مكانك، انا عنوانك. هنا عنوانك؟ ايوه. انت حافظ وخلاص ولا ايه؟ عايز ايه؟ انت في ايه؟ مالك يا جرى انت جاي تشيلني؟ انا بكنس وبنظف المكان. ما تكنس بقى. انت في ايه؟ انت فاكرني ايه؟ انت بتتكلم زينا. اهدى. انت بتتكلم زينا. مالك يا جدع؟ مالك ايه؟ الله، مالك ايه؟ مال ايه فالك؟ ايه اللي جابك هنا؟ انت انت ايه اللي جابك هنا؟ انا اللي اسال وانت اللي تجاوب. انت ايه اللي جابك هنا ومالك خايف كده ليه؟ انا برضو اللي خايف. انت اللي خايف ومتوتر وقلقان. ايه مالك متوتر كده وقلقان؟ انا خايف ومتوتر وقلقان. ولا خايف ولا متوتر ولا قلقان ولا حاجه. بقول لك ايه ولا انا باين عليا جو كده ان انا خايف ومتوتر وقلقان؟ باين عليا. باين ايه ده الدنيا؟ ايه هاتش هاتش. بس خلاص مالك؟ ايه يا عم في ايه؟ بتفرغ ولا ايه؟ طاقه زياده. تعال. ايه في ايه؟ مالك حاسب لا يكونوا بيجوا وراي؟ مين دول؟ في ايه؟ اقول لك ايه؟ قول 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 لي اللي مخوفك. ايه سرك في بيه؟ قول قول. بس بس بتعمل ايه؟ بس بس المعلومات هتوقع كلها كده. معلومات اللي تقع. انا رابط المعلومات بالعمه. يا سلام، يعني المعلومات كلها ورا عند العمه دي؟ ايوه انا رابطها. اه ابن عمي من كام يوم في حد فك له العمه، المعلومات كلها وجعت. وايه اللي حصل له؟ جاله زهايمر. ايه ده؟ طب ما يلبس العمه تاني. لا يلبس عمه، المعلومات وجعت واتنطورت واللي داس عليها داس. علمها ازاي؟ خلاص. انت مجنان. قول لي قول لي قول لي قول لي انت خايف من ايه سرك؟ مسك بس دي. ايه ايه معلومه؟ ايوه معلومه لقيتها وجعه. بس بس تمام. اهدي اهدي. معلش معلش انا اسف. ابوي ابوي ابوي. اما إيه؟ اما اما موجودين. ابوي قال له السه. ابوي ايه قال له السه؟ 1 2 3 4 5. ابوي اما الله اما خلاص. اما ما بتردش. ام وجعت ولا ايه؟ استنى استنى شوف استنى شوف. لا مؤاخذه عشان المؤذن. السلام عليكم. وعليكم السلام اخواننا اللي هنا. ايوه ايه بتقول لك موجود؟ معلش استنى استنى. انت قلت استنى. قلت يا اخواننا اللي استنى بس ملف. انت قلت لف لحظه بس عشان في 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 معلومات شخصيه مش عايز ابص عليها. قلت معلومات شخصيه. ايه مش عايز ابص عليها؟ لا كلمه ابص عليها وجعت. دور معايا. ايه مش سامعها؟ سامعها ايه؟ طب خلاص خلاص. إيه؟ خلاص تمام. قول لي بقى انت انت خايف كده ومتوتر. قول لي بقى. انا اقول لك السر. قول لي وسرك في بير. لما نطلعه. طلع ايه سرك اللي في بير قبل ما يغرق ونضطر ننطه في البير وندور عليها تكون غطست تحت. هنضطر ننزل لغايه تحت عشان نجيب السر اللي في بير. في ايه؟ في حاجه ندلدلها؟ ندلدل ايه؟ ندلدل حاجه. ايه بس نجيب السر. بس مستايل كده. ايه بس مستايل؟ ما هو عداني عداني. ننزلوا الحبل نطلعوا المعلومه.
لا بقول لك ايه، انت عادتني انت كمان. عايز ايه خلصني؟ ما تقول لي السر، انت فيك، انت خايف من هو الامن من ايه؟ انا هقول لك. ايوه انا هقول لك السر. ليه انت بتزعق لي؟ انا واقف قدامك. هقول لك يا بلد. في ايه؟ هقول لك السر اللي في بير. قول. انا كنت بنظف بير. ايه؟ كنت بنظف بير. بتنظف بيض؟ بيض ايه؟ بنظف بير. بيت. ايوه بنظف بيت. ماشي. ايه يعني انا اللي غلط؟ ايوه انت الغلط. بنظف بيت بتاع راجل ضخم الجثه. ايوه راجل. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. تراي وعنده تراي وباي ومجانس وسفره وانتريه في كل حاجة. خلاص كنت بتنظف عنده البيت وبعدين بنظف بيت. بيض ايه اللي بنظف؟ امال ايه؟ بنظف بيت. طب ماشي كنت بيت. ماشي. بيت بيت. خلاص خلاص وبعدين؟ وانا بنظف البيت من غير مقصد. من غير مقصد. سامعني؟ ايوه سامعني. خلاص خلصنا. كسرت فازة غالية عنده. ايه؟ كسرت فازة غالية عنده. في ايه مالك؟ مش عارف، حاسس انت بتتكلم في حاجه. انا بنضف كسرت فازة غالية عنده. وانت عشان كده وشك اصفر. لا ما هو شافني. شافني. وراح جاي ناحيتي بسرعة. وجاي متعصب. جاي متعصب من بعيد. ايه؟ جاي متعصب بيجري. ايه؟ بيجري. بيعدي الشارع. وهو بيعدي الشارع. عربية جاية بسرعة. عربية جاية بسرعة. خبطته. لا عد عادي. فتح الباب ودخل. يما طب العربية اللي انت قلت عليها؟ لا عدت. بس كانت عربية حلوة قوي. انا مالي. 4x4. المهم انا شفتها عربية بيضة. بيضة. ما خلاص خلصنا. وكان سايقها كتكوت. ليه؟ ايه ده؟ عربية بيضة. فسايقها كتكوت. المهم بعد ما كسرت الفازة الرجل دخل علي متعصب. ودخل علي. هو دخل علي. قلت لازم انقذ نفسي واعمل حاجة. ايوه. قمت ضربه بالمكنسة فوق دماغه وكسرتها عليه. خدت بعضي وهربت. بس. عشان كده وشك اصفر. عشان كده وش اصفر؟ وشك مسفر. لا ما في، ده انا عامل ماسك كركمية. عشان كده وشك اصفر. وانت يعني اللي وشك محمر؟ ما انت وشك اصفر انت كمان. ايه انا عامل ماسك مانجا. ايه؟ عامل ماسك مانجا ناخد حتة؟ حتة ماسك مانجا ناخد حتة. يا اخي انا احب اشرب عصير. احب المانجا عصير؟ ايه. افتح بقك. يا ياد ده ياد. تافه. انا تافه. يا ده بتحدف المانجا ببقك. يا عم انت مش عم عصير. يا عم انت بقول لك ايه؟ بس شكلك خايف انت كمان. انا اسكت. ايوه صح. انا شغال عند زناتي بالونه. شغال عند زناتي بالونه؟ شغال ايه؟ شغال منفاخ. منفاخ جدع. مش بالونه؟ لا. محتاجه منفاخ. لا مش لا. امال ايه؟ انا شغال سواق عنده. انا واخد العربيه خبطتها، رحت التوكيل عشان اصلحها، طلبوا فلوس كتيره. يابا يما. وانت عارف زناتي بالون جلده. هتقول لي ما تقول لي ايه؟ ما تقول لي ايه؟ هتعيط ما تضحك. ده انا فضلت ساعه واقف مستنيه قدام محل الالعاب. ساعه واقف بقول لك قدام محل عشان طلع وما ادانيش حتى جنيه. بقشيش. ما ادانيش حتى جنيه بقشيش. غير عاد انا بقالي شهرين ما قبضتش منه وعايز اديك بقشيش. طب وايه اللي مصبرك؟ ايه اللي مصبرك على المر؟ انا بحب الحاجه مره. بتحب الحاجه مره؟ بقول لك ايه اللي مصبرك على المر؟ ما تسيبه وتمشي. اعمل ايه اللي امر منه اعمل ايه؟ يا ابني بقول لك ما تسيبه وتمشي. ما عاد الدنيا مليانه. طب قولها تاني. قول ايه؟ ما تعجزنيش. ما تعيطش ما تضحكني. وش ما تعجزنيش. ملجعت كده ومفكر شايل حمل تجل ومكتر. دنيا حلوة وزي السكر. قوم واشرب. اتفضل قهوة. لسه شاربها. اتفضل قهوة. انا مش فاضي. اتفضل قهوة. انا مستعجل. اتفضل. عجلي قلت مشي شوية. اروح فين وتيجي منين؟ هوا بلادي بيمر علي. وادي النسمة مليحة وزين. قمت قابلت البلديات. كلش حالك كيف سلامات؟ يا ما بعتنا لك جوابات. ما ردتش. اتفضل قهوة. لسه شاربها. اتفضل قهوة. عندي قضية. اتفضل قهوة. في الكلية. لا 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 ل
لا 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 لا. محسن بيه هو عنده قضية، محسن بيه جاي من الداخلية. محسن جاي لك ولا دليا؟ أنا جاي أقبض على حرامية. اتفضل جاوب. أنا متشكك. اتفضل جاوب. كتر خيرك. اتفضل جاوب. اتفضل جاوب. أنا المخفى. اتفضل جاوب. دي حاجة جميلة قوي، حاجة مفتخرة بصراحة الواحد. حاجة مفتخرة ايه؟ ايه بالونة؟ انا كنت خايف اغرق فقلت ادي بالانس بس عشان اروح لهم. خلاص يا ابني. معلش. ايه بالونة؟ هم دول يا محسن بيه. ايه اتفضل قهوة واتفضل شاي، انا متشكر. احنا مين هيحاسب على المشاريب دي كلها يا بالونة؟ مين هيحاسب عليها؟ محسن بيه. مشاريب اللي كنا بنقولها من شوية، مين هيحاسب عليها؟ انا نازل من البيت من غير ولا مليم. ولا انا. خلاص يا بالونة. خلاص. في تحقيقات هتبتدي تشتغل. هم دول يا محسن بيه. ثانية واحدة يا ابني، ما هو بمسك فيك اكسسوار. خلاص. ايه ده؟ ايه ده؟ ممكن. الله حضرتك لابسها ليه يا فندم؟ مش عارف، انا من الصبح مش شايف اصلا، قلت انضف العدسات. ما علينا. انا اضفها لك انا يا باشا. ايوه خلاص خلاص يا ابني. اي حاجة انا ممكن. خلاص يا ابني. اكل سالك يا محسن. خلاص يا ابني اسكت. انا هنا عشان انضف. خلاص. معلش. بالونة. هم دول؟ هم دول يا محسن بيه. باينين قوي على فكرة. باينين قوي. عارف باينين ليه؟ ليه؟ عشان لا 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 لا. خلاص بقى. خلاص يا ابني. خلاص. حبنا حبنا. خلاص. هي حلوة الحقيقة، عجباني أنا شخصيا. أقدر أتعرف بحضرتك اسمك إيه؟ أنا منتصر. منتصر. أيوة. وحضرتك؟ أنا بدر. خدت بالك؟ بالك من إيه؟ خدت بالك؟ منتصر وبدر. ثانية واحدة. ها؟ حضرتك بتشتغل ايه؟ انا عامل نظافة. وانت؟ عامل عبيط. يا فندم. وانت عامل اهبل طبعا يا بالونة. باينة قوي. باينة قوي يا بالونة. خلاص. لا بجد انت عامل ايه؟ انا فندم انا. اوه. ايوه يا محسن بيه. ايوه ايوه. وساكت كل ده؟ الولا ده السواق بتاعي. السواق بتاعك؟ ايوه. امال ما بتقولهاش ليه؟ ليه ما بتقولها؟ ليه بتتكسف تقولها؟ اي حد يكسف يقولها. حقيقة معاك حق. كلنا محرجين منها. طبعا الحمد لله. معاك حق يا ابني. هو الشغل مش عيب. الشغل مش عيب. بس ما عيب. عيب قوي. الحمد لله. عيب قوي. بلونة. يعني انت كنت عارف كويس قوي ان بدر شغال عندك سواق. ايوه محسن بيه هو الولد ده السواق بتاعنا. السواق بتاعكو. ايوه. تقدر تقول لي يا بدر كنت فين الساعة 1:30 بالليل؟ يا باشا ما فيش حاجه يا باشا، انا خبطت العربيه بتاعت سلامتي بيه بالونه ورحت التوكيل عشان اصلحها. اديني بلاش. ايه خبطت العربيه بتاعتي انا؟ خبط العربيه. يا سلام. خبط العربيه يا ابني. في حاجه اسمها جوه ولا جوه؟ بس بالراحه يا ابني. خلاص بالراحه. بقول لك ايه، تعال تعال اسمع اللي بقول لك عليه. ايوه عشان فعلا ما نظفتهاش الصبح. خلاص يا ابني مش مشكلتنا. مش مشكلتنا ابدا ان هو خبط العربيه. خلاص يا ابني. خلاص يا منتصر. مش مشكلتنا ان هو خطف العربيه خبطها. خلاص دي مش مشكله عندي. انا عايز اعرف مين اللي خطف ابنك، عشان كده عايز اسال سؤال لمنتصر. منتصر كنت فين يا منتصر الساعه 1:30 بالليل؟ انا كنت بنظف بيت واحد جنبنا هنا في الحي، عشان انا عامل نظافه. انت عامل نظافه؟ ايوه انا عامل نظافه. وانت عامل عبيط؟ انت عامل اهبل لسه؟ لسه. مش فاهمك، حاجه غريبه. طيب عموما يا منتصر، ما كنتش واقف كده في حته معينه بالليل كده؟ ايوه ايوه ايوه. كنت واقف. كنت واقف في الشارع. في الشارع. ايوه كنت واقف في الشارع. عموما يا كل مشاهدينا، عرفتوا اكيد مين اللي خطف ابن زناتي بالونة. ابني فين؟ ابني في اكتوبر.